طيب ننتقل لموضوع جديد اسمه numerical approximation للجريديانت. ايش الفكره تبعته؟ الفكره تبعته انه انا بعمل تشيك للديريفاتيف تبعتي انه هل محسوبه بشكل صحيح ولا لا. ايش الغرض الاساسي تبعها؟ انه يعني فور ديباجينج. تمام، انا شغله انه انتم مش حتعملوها، بس لانه عشان تعرفوا انه في الامبلمنتيشن تبعي في بعض الاحيان ممكن احتاج اعمل ديباج، اعمل تشيك انه الديريفاتيف محسوبه صح ولا لا. طبعا برجع بذكر انه احنا لما اخذنا الاكتيفيشن فانكشن اخذنا حوالي 4 اكتيفيشن فانكشن، ايش هم؟ سيجمويد، تان اتش، ريلو، وليكي ريلو. 4 اكتيفيشن فانكشن، وحكينا انه الاكتيفيشن فانكشن هاي التفاضل تبعها هيك، هاي التفاضل تبعها زي هيك. لو بدي استخدم كاستم اكتيفيشن فانكشن بحتاج، ممكن احتاج ان انا اعمل ديباج واشوف انه هل حساب التفاضل صحيح ولا لا. كيف بدنا نسوي هذا الشغل؟ كيف؟ صحيح، لو بدي اعمل ابحاث في هذا الموضوع انا باجي بقول انه والله اكتيفيشن فانكشن، انا بدي اشتغل اعمل اكتيفيشن فانكشن معدله، بدي اعدل التان اتش مثلا عشان انه تحسن الاداء في تطبيق معين. وإذا أنت كنت مهتمين في هذا الموضوع، إذا هنا أنا عندي في التنسور فلو، خلينا نبحث على activation. هلاقي أنا عندي مجموعة من activation function. في عندي الإيلو exponential linear unit، في عندي exponential، في عندي جيلو هي عبارة عن applies ل Gaussian error linear unit. تمام، هاي ريلو اللي احنا درسناها، هاي sigmoid، هاي soft max، هاي tan h. تمام، فهي نطبقها انه مثلا نطبق مثال هنا وانه حاسب التان اتش الاكتيفيشن لتنسور. تمام، اللي انا بدي اصل له هنا انه انا بدي اورجي كيف ممكن انا اعمل كاستم. يعني هنا في وصفه كيف لازم اعمل اكستند لكلاس معين. كيف بدي ابني كاستم اكتيفيشن فانكشن؟ هنا في هذا المقال انه بوضح انه كيف انا اعمل اكتيفيشن فانكشن. في العاده انه هنا في الامبلمنتيشن تبعي هيو كرييت كاستم اكتيفيشن فانكشن. تمام، فبعرف فانكشن اسمها كاستم اكتيفيشن، فبالتالي انا عملت ريتيرن حساب لمعادله الاكتيفيشن فانكشن هاي. تمام، وبروح بستخدمها وين؟ هاي يعني استخدمت الاكتيفيشن فانكشن بتساوي الكاستم اللي انا عرفتها فوق، كتبت اسم الداله بهذا الشكل. فبالتالي انه ممكن جدا انه انا اعرف اكتيفيشن فانكشن خاصه فيها واستخدمها في هذا الاطار. تمام، هنا انه المطلوب مني انه انا يعني بس اعمل تحقق انه هل التفاضل محسوب صح ولا لا. كيف بدنا نعمل هذه الشغله؟ بدي افترض انه انا في عندي اف 3 او اف ثيتا بتساوي ثيتا مرفوعه للقوه 3 كيوب. تمام، ايش ممكن اروح اسوي؟ هاي الرسمه تبعتها زي هيك، واضح الثيتا كيوبت. هنا عندي الثيتا بتساوي 1، هاي قيمه، هي قيمة الاف. تمام، ايش بروح بسوي؟ باخذ قيمة ضئيلة ابسلون، فبالتالي انه هذه القيمة اللي هي ثيتا زائد ابسلون
ثيتا اللي قيمتها 1 زائد ابسلون اللي ابسلون قيمتها 1 من 100. تمام؟ طيب بما انه انا زحت هيك بدي احسب قيمة الدالة، فقيمة الدالة ايش بتساوي؟ ثيتا زائد ابسلون ماينس اف ثيتا. تمام؟ هذا الارتفاع عبارة عن ايش؟ ثيتا زائد ابسلون ماينس اف ثيتا. تمام؟ هنا انا عندي اف ثيتا وهنا اف ثيتا زائد الابسلون هاي. طب بدي احسب السلوب، حساب السلوب انا عندي حساب التفاضل، لما بدي اجي احسب التفاضل هي التفاضل انه 3 ثيتا سكوير، بدي اشوف في الحسابات هل التفاضل هذا مزبوط ولا لا. فباستخدام الابسلون اللي انا عملتها باجي بحسب السلوب اللي هو اف ثيتا زائد ابسلون ماينس اف ثيتا على الابسلون، بعوض بالارقام، اجيت عوضت لقيت انه 3 0 3 0 1 واللي هي تقريبا قريبة من 3. تمام؟ واللي هي التفاضل يعتبر صح ولا مش صح؟ لأنه أنا عندي تفاضل هذه 3 ثيتا سكوير، لما تكون الثيتا 1 إنه 3 1 تربيع بتساوي 3. تمام؟ هاي مكتوبة عندكم هنا. تمام؟ طيب الطريقة الثانية ايش بروح بسوي؟ نفس الطريقة انه انا باخذ ثيتا زائد ابسلون ثيتا ماينس ابسلون، فبالتالي هنا 1 و1 من 100 وهنا حتصير 99، وبرضه حطبق نفس الخطوات. كيف؟ كيف؟ استعمل انه بس لانه طريقة ثانية انه للتأكد انه انا باخذ برضه يعني قيمتين. انا عندي انا اخذت هنا مثلث صغير، هنا انا عندي هاي المثلث الصغير السابق وباخذ كمان مثلث كبير عشان انه برضه اتحقق بزياده انه التفاضل صح باكثر من قيمه بلس وماينس. اجيت حسبت لقيت انه التفاضل هنا 3 0 0 0 1، تمام، واللي يقارب تقريبا 3 لما الثيتا بتساوي 1، معنى ذلك انه لا تفاضل اموره تمام. طيب ايش اللي بدنا نصله؟ اللي بدنا نصله انه هنا في التحقق دائما لما اذا كان الايرور، ايش هو الايرور؟ باجي بعمل حاصل طرح التلاتة صفر 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 واحد ناقص 3، بطلع انا عندي الايرور. تمام؟ هلقيت الايرور هذا اذا كان في حدود الرينج اللي هو 10 ماينس 7، معنى ذلك انه الامور التفاضل دقيق جدا، وإذا كان برضه في رينج الماينس 5 برضه ممكن أعتبر إنه الأمور تمام. لكن إذا كان إنه الإيرور 10 أس ماينس 3 في مشكلة. كيف؟ صحيح، بس الإبسلون كانت هنا قديش؟ كانت 0 1 من 100. هنا بحكي انه انا بختار ابسلون ضئيلة جدا، هي 10 اس ماينس 7. هجيت في الابسلون 10 اس ماينس 7 لازم انه الايرور يكون اقل من 10 اس ماينس 7. تمام؟ هجيت اذا كانت الابسلون 10 اس ماينس 7 بس الايرور طلع 10 اس ماينس 3، في مشكلة، مشكلة يعني something wrong، في غلط ما. تمام؟ يبقى خلاص عرفنا كيف انه احنا نتحقق من الامبلمنتيشن تبعنا في حال انه بدي اشوف التفاضل تبعي صح ولا لا في الكاستم اكتيفيشن فانكشن. تمام؟ طبعا هنا بحكي للامبلمنتيشن كيف انا بدي اطبقه في الامبلمنتيشن، يعني في الامبلمنتيشن هنا بدي اخذ بعين الاعتبار انه انا بدي اطبق هذا الكلام وين؟ على التريننج اونلي، في مرحله التريننج وفقط بغرض الديباج. تمام، خلصت ديباج وتاكدت انه كل الامور تمام، خلص يعني ما بطبقش هذه الشغله. تمام، اذا التشيك صار في فشل فيه، معنى ذلك انه في بج في مكان ما وبدي احاول احدد البج هذا موجود في اي طبقه مثلا على سبيل المثال.
كيف؟ الباج انه بيكون انه الجريديانت انه بيعطي نتائج غلط زي هيك، انه بيعطي 10 اس ماينس 3. خطأ في الامبلمنتيشن، انه انا مثلا بدل ما يعني نسيت جوز، نسيت شغله انه عملت لوجيكال ايرور ادت لحسابات خاطئه مثلا، او انه انا يعني مش حاطط انه يعني شغله ما يعني زي هيك. بدي اتذكر موضوع الريجولايزيشن. اذا كنت انه احنا اتفقنا انه انا عندي اللوس انا بضيف عليه في ال L2 ريجولايزيشن هذا المقدار، برضه في التشيكينج بدي اضيف هذا المقدار اذا انا كان في الطبقه في الشبكه تبعتي انه انا بستخدم ريجولايزيشن. هاجيت في الدروب اوت الديباجينج هذا او التشيك للجريدينتس هذا ما بينفعش، او خيار انه انا اخلي الكيب بروبابيليتي واحد، ساعتها بقدر انه انا اعمل تشيك بالضبط. تمام، وهنا بتاكد انه انا بعمل ران اند راندوم انيشاليزيشن، عشان هذه هي بس الشروط، وهيك احنا بنكون خلصنا. يعطيكم العافيه.